في شيء مهم آخر ذكره الرئيس أردوغان بأنه هناك يعني وجود نحو 5000 طن من الذهب لدى المواطنين الأتراك، وهو ما يعادل ب 280 مليار دولار. باعتقادك هذه المعلومة التي ذكرها أردوغان، لماذا ذكرها في الوقت الراهن، يعني في الوقت الحالي؟ هل هناك مساعي بالفعل لربط الدولار أو ربط الليرة بالذهب هنا؟ هذا هل وارد وصحيح؟ لا، ليس قضية هكذا، وإنما هذا عبارة عن زيادة في طمأنينة المجتمع التركي وجميع المستثمرين من الخارج بأن هنالك بدائل قوية ذاتية ومحلية. تركيا لم تقترض من الخارج ولم تلجأ إلى الأموال الأجنبية، وتصريح أردوغان بالأمس كان واضح المعالم عندما قال تركيا هي التي ستبني نظامها المالي بأيديها وليس عن طريق الشركات الأجنبية. هذا هو المؤشر، المصادر الذاتية، المصادر المحلية. تركيا لديها الكثير من الموارد وكثير من المصادر، ليست مضطرة أن تعتمد على قروض هنا أو هناك. على كل حال، مسألة اقتصادية إلى أين ستذهب، ربما يعني من الصعب التنبؤ بحسب كثيرين بمسألة الليرة، ارتفاع وهبوط. هل يمكن نتحدث بشكل أوسع على الاقتصاد التركي إلى أين؟ الاقتصاد التركي ماضي بخطط واضحة و مرسومة لأن يرتقي بتركيا لأهداف 2023 التي على رأسها الدخول إلى أقوى 10 دول اقتصادية في العالم، ورفع الصادرات إلى 500 مليار دولار والواردات 500 مليار بحجم تجارة خارجي 1 تريليون دولار، الارتقاء بمتوسط دخل الفرد لكي يصل إلى 25,000 دولار، الآن متوسط دخل الفرد يقارب 10,000 دولار، الواردات الصادرات تقارب 220 مليار دولار، الواردات 250 مليار دولار. أهداف ستسعى تركيا لتحقيقها في خلال السنة والنصف القادمة، وأتوقع أنها ستنجح بذلك لأن هي الآن عند عرق الزجاجة، وهذه التحديات وهذا الهجوم هو السبب الرئيسي لمنعها منها.